الانتقال الأخضر لموانئ المغرب هدف استراتيجي تشتغل عليه الحكومة في إطار الاستعداد لاقتصاد الطاقات المتجددة. خبراء مجموعة البنك الدولي يجتمعون في هذه الورشة الختامية من أجل مناقشة دراسة الجدوى الأولية المتعلقة بإنتاج وتصدير الوقود الخالي من الكربون في الموانئ المغربية. تم إعداد هذه الدراسة من أجل أولا استعمال الطاقات المتجددة في ضمان ما هو مرتبط بالنسبة للموانئ في المستقبل، من أجل أن تصبح هذه الموانئ خضراء، ومن أجل كذلك أن نضمن أن الأساطيل البحار أنه ستستعمل في هذا الإطار ما يسمى الإيميثانول أو الأمونياك أو أنواع أخرى من هذه المحروقات التي لها بعد بيئي والتي تحترم البيئة. حضور وازن للخبراء في الطاقات المتجددة. أغلب المشاركين في الورشة أثنوا على تسريع وثيرة الاستثمار في المجال وتجهيز الموانئ المغربية للانخراط في هذه الدينامية بفضل توفره على شبكة من الموانئ تفوق 11 ميناء. تعمل الحكومة على إنجاح ورش التنمية المستدامة في مجال النقل البحري. يمحن الوقت باش نجهزوا هذه الموانئ. أولا كيف ما كتعرفوا بالغاز الطبيعي المسال، لأنه غادي يمكن هذه الدفعة النوعية وهذه القفزة النوعية للنقل البحري ولميدان الموانئ باش يجهزوا من هذه التكنولوجيات الجديدة. وطبعا في الوقت الثاني غادي يجي واحد الوقت فين غادي يكون واحد لا ديسيزيون اللي غتكون حول الميثانول او الامونياك اللي غادي يمكن باش يرد الاسطول في على الصعيد الدولي، وخاصه المغرب اللي بغى يكون هاد القاطره ديال النقل البحري واللوجيستيك ما بين افريقيا والمحيط الاطلسي واوروبا. C'est un grand honneur pour moi d'être ici à l'occasion de la présentation du rapport de faisabilité. انه لشرف كبير بالنسبه لي ان احضر هذه الورشه الهامه. الهيدروجين الأخضر يلعب دورا محوريا في ورش الانتقال الطاقي، والمغرب له مستقبل واعد في هذا المجال. تقارير البنك الدولي تشهد على الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر. في بار دو بوتنسيال امبورطون دو ماروك دان لو كاد دو ديفلوبمون دو الهيدروجين فير. تقديم دراسة الجدوى محطة مهمة من أجل رسم المعالم الأساسية للمرحلة المقبلة، مرحلة سيتم خلالها وضع إطار تنظيمي واستثمارات عمومية لضمان تنافسية واستدامة الموانئ المغربية.